سعد الفضلي. أول جمع الفريقين الأيام فاز منتخب الكويت الوطني المحترفين، لذلك خفير كلمنتي. نبدأ السلام للزميل لاعب المنتخب الليبي. السلامة السلامة، المحاولة، شوف المحاولة كانت لي محمد صولا لاعب المنتخب الليبي والنادي العربي الكويتي. لعادة شوت على المرمى، الله حلو عبد الغفور. منتخب الكويت في هذه المرحلة من الاعداد لمنتخب يمثل دولة الكويت في الاستحقاق القادم. فرد في المتابعة الأخيرة إلى خارج الملعب. طلال الفاضل كرة معه، مقطوعة بالخطأ، خطرة لصالح المنتخب الليبي، يحط بجول، الله جول، جول أول لصالح المنتخب الليبي. استغل الخطأ بشكل ناجح لاعب المنتخب الليبي عمر الخوجة. خوجة خوجة قطع كرة، قطع كرة من طلال الفاضل ليستمر إذا في التقدم في العمق، إذا إلى مرحلة تسجيل هدف المباراة الأول لصالح المنتخب الليبي. حطها فنية الحقيقة، طاد الزاوية الصعبة على سليمان عبد الغفور مع لمسة ممكن تكون من الدفاع منتخب الكويت، لكن هي حطها حلوة 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 حلوة. عمر خوجة استغل إذن تمريرة كانت ممكن تكون خطأ إلى مرحلة تسجيل الهدف واستغلال الأمور. قول أول تحضير ما زال موجود مع المنتخب الليبي. نص الملعب بيتقدم سند الوافدي، بينقلها محمد صوبو، جهة اليسار في الانتقال الآن، تقديم الدعم إلى سنوزي. هذه بيلعب عرضية، خطرة بتعدي خطورة الحقيقة، كرة رأسية محمد صبو أيضا يرجع حلوة، مبارك الاثنين يقاطعها إلى بدن مطوع لاعبها، بدن مطوع كرة معاه، بيلعب عرضية بتمر إلى شبيب خالدي، تنقال ترجع مرة ثانية ثاني، الله ناحية اليمين المنتخب الليبي، كرة ملعوبة في المحاولة لكن يبعدها سليمان عبد الغفور، في متابعة موجودة من عمر الخوجة، لكن يعني عمر الخوجة يقول للحكم انت واقف في الاستحواذ ونقل الكرة. شوف لعادة اللقطة الأخيرة، عمر الخوجة يعني تضايق. طلال الفاضل وفي مطالبة فيها لمسة يد، لكن كرة موجودة منتخب الكويت، عظيم محاولة لكن عبد الله الجمال، شوف هذه المحاولة والمطالبة تاخذنا لا تحسب، لاعب كان لام ايده في جزئية الجسم، فهو لصالح المنتخب الليبي. تربي بيلعبها طويلة ناحية اليسار السنوسي، هذه كرة معاه لمسة على طول محمد صبو، عطية على المرمى، الله يبعدها سليمان عبد الغفور، يبعدها سليمان عبد الغفور، خطرة عمر خوجة مرة ثانية بيحاول يمر أكثر من لاعب، لكن ظل كرة معاه توصل محمد صولا ناحية اليمين، يرجع شامخ فرد بالتقدم الآن، سنة ما فيه لمسة على طول، هذه خضراء المنتخب اللي بيعضيها بعض جول، الله سليمان عبد الغفور يوضع، شوف خطورة المنتخب الليبي بكرة عرضية، شوف بكرة رايحة الحقيقة من عمر خوجة وتدخل ناجي محمد، ايه عرضية، وشوف مباراة جيدة الحقيقة بالشوط الأول وإلى الآن مع تحرك لاعبين المنتخب الليبي في فترات المباراة. جاب لأحمد كرة ملعوبة والمحاولة تنعاد، خطرة ما زالت كرة خطرة ما مرمى منتخب الكويت والمحاولة، لكن التعديل خاصة مع منتخب الكويت، شبيب الخالدي محاولة فوز عتيبي بحطها لكن سهلة، بيتقدم فيها بيلعبها في الأمام طويلة إلى شبيب الخالدي، حلو الكعب بيا إلى عيد الرشيدي، كرة معاه عيد الرشيدي مرر إلى علي خلاف، خطرة الله حلوة، تمريرة جميلة كانت من التحضير من ثلاثي جميل هجومي شبيب الخالدي وعيد الرشيدي إلى بعبد حمود، توصل
منتخب الكويت خطرة والمحاولة لكن يصالح منتخب الكويت. فوزي عتيبي بيلعبها عرضية بتعدي الله الله الله، لكن فيها راية فيها موقف التسلل حاضر في اللقطة الأخيرة وفيها مراجعة في تقنية الفي آر. صحيح، إذن قرار صحيح، هدف يلقى بداعي وجود التسلل في اللقطة الأخيرة. شوف العداء، شوف العداء، شوف هذا حمود والوضعية اللي هو فيها درب رسلي كرب الطول تربي لمسة على طول خوجة نور الدين ناحية اليمين بيطلق فيها فاضل ومنصور محاولة عرضية لكن خالد صباح كرة مقطوعة شبيب الخالدي الله. دفاع المنتخب الليبي خمس دقائق وقت بدل ضايع، احنا في عهدة الخمس دقائق الان وهذه كرة ملعوبة في الامام ناحية اليسار الى عبد الباسط، حلوة النقلة ممكن تكون فيها خطورة والمحاولة خطرة 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 معان عدي بالجول الله، جول لصالح المنتخب الليبي، جول ثاني جول ثاني للأهداف. الاستفادة إذن من التغييرات بمثالية، يأتي بمتابعة الليبي بالدقيقة 90 معاذ عبد الباسط يجهز كرة جميلة 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 وعطها في المرمى سليمان عبد الغفور أبعدها، لكن المتابعة كانت من القادم من القادم في المساندة في هذه الهجمة خالد وفاضل منصور، فاضل منصور بيسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب الليبي بمثالية التعاون في الاعتماد على المساهمة في الهجمة بشكل كامل ليسجل حضوره كلاعب بديل مثالي. فاضل منصور هدف ثاني مثالي جدا في الحفاظ على روح الهجمة، يسيطر على الكرة وعبد الله جمالي حكم المباراة الدولية الكويتي ينهي أحداث هذه المباراة بفوز المنتخب الليبي. مبروك المنتخب الليبي، أرضك المنتخب الكويتي في مباراتين خلال 4 أيام، فاز المنتخب الكويتي في المباراة الأولى.